أويس القرني يا حيدر ابنه أنيس المرادي من أصحاب الإمام علي عليه السلام زين وهو من أهل اليمن كان عابدا زاهدا ومن سادات التابعين وممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على الرغم من عدم التقائه به استشهد سنة 37 ودفن في أولا الرقة ثانيا الأنبار ثالثا الموصل يبدأ العدد التنازلي في هذه اللحظة أويس القرني وين مدفون؟ في سوريا الرقة متأكد؟ إن شاء الله أكيد؟ أكيد جواب نهائي؟ جواب نهائي صحيح؟ يلا خلاص نثبت الرقة الرقة والإجابة صحيحة صلى على محمد وآل محمد.